31 حلقة و31 مشكلة و31 حلا، أوجه كثيرة لمأساة واحدة يعيشها ملايين اليمنيين ولا يلتفت لهم أحد، حيث الإنسان فعل ذلك من أجل الإنسان. حضرت بلقيس التي حملت شعار حيث الإنسان فأصبح عنوانا للبرنامج، لتجسد وعدها الأول منذ انطلاقتها وإيمانها أنها صوت الإنسان اليمني في هذا التوقيت العصيب. حين أتتها الفرصة لتقترب أكثر منه عبر مؤسسة توكل كرمان، ذهبت إليه وكانت بجوار ألمه ومعاناته، إلى حيث أوجاعه الممتدة على مساحة البلد بأكمله بسبب الحرب والنزوح أو الفقر وغياب الخدمات، وقدمت فرصة لمن كانوا يبدو وكأن الحياة قد خاصمتهم وكتب عليهم العيش على هامشها. مأرب، تعز، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، وعدن، وإب، وريمة، والضالع. حيث الإنسان لم يكن مجرد برنامج يعرض على الشاشة فقط، بل كان أملاً منذ البداية وعملاً يتوقع أن يترك أثراً على حياة المستفيدين منه. أثبت البرنامج أن المشاريع التي تغير واقع الناس يمكن إنجازها بموازنات بسيطة طالما كان الهدف الوحيد هو المساعدة. تفاصيل كثيرة غابت عن المشاهدين ولمسها فريق برنامج حيث الإنسان، سواء العاملون في الميدان أم فريق الإعداد اليومي. تنوعت المشاريع بين ترميم مدارس وإنشاء مراكز صحية ودعم لمستوصفات طبية وإعادة تأهيل للمخيمات ومساعدة في إيصال المياه أو بناء سد، ودعم لبعض المشاريع الجماعية أو الفردية. على مدى شهر كامل عاشت شاشة بلقيس معكم قصصاً اختلط فيها الحزن مع الفرح، تعابير الوجع على وجوه الناس وابتسامات المستفيدين، ليبقى الأمل ووعد بأن نكون حيث الإنسان.